طالع كامل الجبل هذا. الزفلاون أعزائي الغاليين، أسقاس مقاس على الجميع، على المتتبعين اللي معايا هنايا الغاليين عليا، نوجه لكم التحية ونقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام إن شاء الله وانتم بصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم كملوا معنا هذا الفيديو حتى التالي، إن شاء الله يعجبكم، اللي هو فيه كل غير راحة البال. هذا الفيديو هذا عندي بزاف ما حطيت حتى فيديو، وتوحشتكم لهذا اليوم جيتكم، كنت في عطلة صراحة، كنت في عطلة، رحت الريح شوية، كنت مقلقة شوية وكنت عيانة وتقلقت، ويجي وقت هكذا وين نحب نبدل شوية أنا وزوج تاعي. طبعا كل عام نروحوا كل مرة، ماشي كل عام، كل مرة نروحوا للبلاصة وين ريحوها، لكن هاد المره اختارينا من بعد هذاك التعب وديك القلقه تاع المدينه وتاع السيركيلاسيون تاع، حبينا نريحوا عقلنا في واحد المكان اللي هو فيه الهدوء وفيه الوسع وفيه الواحد يحس روحه كانك الواحد راه وحده. شوفوا هنايا رحت التاغيت لهاد المكان الجميل، يعني المناظر الخلابه تاع الصحراء تاع الرمال تاع الجبال تاع الرمله اللي تعطي راحه نفسيه رائعه. هنايا كانت عندنا الطريق طويله بزاف، تمشينا واحد 700 كيلومتر ولا غير باش واحد يريح عقله. هنايا شوفوا هذاك الافق كيفاش راه يبان مع هذيك البعد نتاع الطريق، مع البعد تاع الوسع، مع البعد نتاع والكالم، والواحد يسوق براحته، ما كانش اللي كلاكسون عليك، ما كانش اللي يعني راحه البال. واش نقول لكم بامتياز. هنايا كيما رحنا تاغيت عجبتني الحاله، وزدنا شقها هكذاك بلايص واحد اخرين. واليوم عندنا دائما نقول لكم أسقاس مقاس، العام الجديد هذا ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه وراحه البال. واليوم ما حبيتش ندير بلا هكذا نتاع العادات والتقاليد اللي دائما كنت ندير معكم الرشته العشاء نتاع اليوم تاع الناير، موالفان انا يحبوا لي الرشته، واليوم راني ندير في الرشته في هذه اللحظه هذه اللي راني نهضر معكم، لان هنا روحت راني في داري وانا نمونطي في الفيديو هذا. كيما راكم تشوفوا، شوفوا هنايا كنت ننحت هنا، واحد كان ينقش لي في واحد الحرف نتاع ولدي اللي ديته له هديه، هنا ما لقيتش واش نديلو هنا من هذه البلاصه هنايا في تاغيت حجره، وهو اللي يكتب عليها اللي هي هاي، وكامل الانواع تاع الاسامي حتى بالامازيغيه حتى هنا شوفوا راه ينقش عليها، لكن هديه يعني شابه بزاف. هنا كما قلت لكم احبائي الغاليين، هنا راني ندير في الرشته اليوم العشاء نتاع الناير، نتوما مانيش عارفه واش راكو دايرين، كل واحد واش يدير، واحد طعام واحد رشته واحد، والناس دير مسمل، يديروا السفنجي، يديروا كل اللي هي خاصه اللي عندها الوليدات صغار، ينوع لهم هذيك الحلويات، التمر، القرقاع، اللوز، كلش كلش اليوم اللي ان شاء الله تفوتوها بخير وعلى خير وملاح. انا كما قلت لكم درت الرشته، لكن ما فوت ما درتش معكم البلا هذا، راه عندي في القناه كل مره نقدمه، يحبوه لي بزاف في الدار. وانتم تاني ان شاء الله نقول لكم بالصحه والراحه ان شاء الله على عشاتكم اللي درتوها، اي حاجه درتوها تاكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله. هذا هو احبابي الغاليين، هذا الفيديو ان شاء الله تكملوا معنا، طالع كامل الجبل هذا ومع هذه المناظر الشابه. شوفوا هذه الرمله، هذه الالوان الزاهيه الشابه اللي تريح النفسيه تاعنا. ونخلي لكم الفيديو بدون تعليق، كملوه معنا حتى التالي ان شاء الله.
يا الواحد لازم تجيك واحد الاوقات هكذا تجي وين الواحد يحتاج الراحه نفسيه، يحتاج بزاف واحد وين يبدل المكان اللي يكون فيه ونبدلوا الاتجاهات كل مره واحد وين يروح على حسب الظروف، على حسب كل واحد واش يحب. المره الجايه ان شاء الله دوك نروح لبلاصه واحده اخرى هكذا. حوست بزاف بلايص هنايا في ولايات واماكن جميله بزاف، كان باقي لي واحد الاماكن ما رحت لهاش دوك نروح لها ان شاء الله. في خاطري بسكرة، في خاطري في الشرق منا باقي لي واحد البلايص ما رحت لهمش ان شاء الله يا ربي نروح لهم. احنا كل مره كيفاش كنا ناكلو تعرفوا الواحد كيكون بعيد يخاف واش ياكل، ما تقدريش تطلبي اي حاجه اي حاجه. هي الواحد تشوفوا اللحم هكذا، انا والله ما عندي في اللحم، لكن اللحم هو اللي تشوفيه بعينك يعني هكذا باش تشويه فوق النار اللي ما فيهش حاجه اللي تخافي منها. هذا ما كان سينو الماكلات الاخرين واحد يبيت. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ونسلم عليكم كامل ونقولكم كل عام وانتم بخير ونحبكم بزاف اللي راكم تعطيوني من وقتكم وتشوفوا الفيديو نتاعي. وبسلام عليكم وطلعوا في روحكم وفي وليداتكم وفي صحتكم إن شاء الله. وبسلام عليكم أحبابي الغاليين. We'll be right back.